اهلا بك يا صاحبي في الفيديو اللي هيغنيك عن كل التفكير والخوف اللي بيجيلك قبل ما تشتري تجميع. في الفيديو ده هعلمك ازاي تقدر تختار تجميعتك صح من غير ما تقع في الحفر اللي بيعمل لك التاجر. والفيديو ده مرجع لكل مبتدئ في مجال التجميعات والهاردوير، واهم حاجه انك تشوف الفيديو للاخر وتركز في كل كلمه فيه عشان يبقى عندك كل المعلومات اللي هتساعدك في اختيار التجميع الصح. ولو هتشتري لابتوب هتلاقي النسخة التانية من الحلقة دي في الديسكريبشن او في الاي، وعشان وقت الحلقة ما يكونش كبير انا هتكلم في الحلقة دي بشكل عام ومختصر عن العشر اخطاء، وهيكون في بلاي ليست كاملة مشروح فيها كل نقطة فيهم باستفاضة. واثناء مشاهدتك للفيديو هتلاقي الحلقة المفصلة عن كل جزء فيها، ومن خلالها هتقدر تفهم الموضوع بطريقة احترافية وكمان مبسطة. وما تقلقش هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن كمان. يلا بينا يا صاحبي ونزل يا ابني بالانترو. بص يا صاحبي، الحوار كله يتلخص في 10 افخاخ تخلي بالك منهم. الفخ الاول اجيب انتل ولا رايزن، والفخ الثاني اجيب اي ام دي ولا انفيديا، والفخ الثالث الاب 2 10 جيجا والى اخره في كروت الشاشه، الفخ الرابع دوائر الطاقه او الفي ار ام في المذر بورد، الفخ الخامس الميجا هرتز الاعلى في الرامات يعني الافضل ولا لا، باور سبلاي ضعيف الكفاءه، الفخ السابع اختيار كيسه تهويتها سيئه، الفخ الثامن تشتري هاردات مش ملائمه لاحتياجاتك، الفخ التاسع اشتري مبرد مائي ولا هوائي، الفخ العاشر ضياع الميزانيه بسبب سوء اختيار القطع واللي فيها خلاصه الحلقه كلها. نخش بقى على الفخ الاول، اشتري انتل ولا رايزن. هقسم لك الموضوع لجزئين، جزء اجابته عامه وجزء اجابته مفصله، وتعالى نمهد للاجابه العامه بشكل رايق سبب حرايق لعشاق الكوره. معانا لعيب خط المركز ومعانا لعيب هجوم. روبن بيروح بين وسط الملعب والهجوم وبيحاول يخدم على كل اللعيبه وبيقدر برضه يجيب جوان، بينما مبابي كل تركيزه انه يجيب احسن الاهداف في كل ماتشاته وبيقدر يساعد الفريق سواء كخط وسط او دفاع. ولو جبنا ده مكان ده هيحصل تاثير في الفريق، اي نعم الماتش هيمشي بس مش هيبقى بافضل النتائج، وعشان يمشي باحسن النتائج يا اما نحط ده في مكانه وده في مكانه، يا اما نعمل لهم اعاده هيكله وتدريب على مكانهم الجديد عشان ناخد افضل اداء ممكن من كل لاعب. هكذا الامر ينطبق على انتل ورايزن، كل واحد فيهم قوي جدا في حتته ومركز عليها قوي، وفي بعض الاحيان الشركه المصنعه بتعمل هيكل جديد وتركز فيه على المالتي تاسكينج او على السنجل كور عشان تنافس بيه الشركه الثانيه. فالافضل في الموضوع انك دايما تبحث بشكل مستمر وتقارن الاداء مقابل السعر المتوفر في الاسواق خاصه في بلدك، وانا هديلك شويه معايير تحدد بناء عليها اختيار البروسيسور. اول حاجه الاداء مقابل السعر بين المنافسين، تاني حاجه عدد الاجيال اللي هيدعمها، ثالث حاجه درجات الحراره، رابع حاجه سمعه خط الانتاج او الموديل، خامس حاجه بيخدم صح على احتياجك او استخدامك ومتفوق في البنش مارك. وفي الحلقه بتاعت اشتري انتل ولا رايزن هشرح لك الموضوع بتفاصيل اكتر. نيجي للفخ اللي بعده، الفخ الثاني كارت شيشة اب 2 20 جيجا او 10 جيجا. انت بتقول يا صاحبي كارت ايه اللي اب 2 20 جيجا يا زميلي ده؟ تعالى بس افهمك الموضوع ده جه منين عشان محدش يضحك عليك. وانت بتشوف مواصفات كارت الشاشه هتلاقي في حاجه اسمها الشيرد ميموري سيستم وحاجه اسمها ديديكيتد فيديو ميموري. الشيرد ميموري سيستم دي التاجر اللي ما عندوش ضمير ممكن يضحك عليك بيها ويقول لك اب تو 300 جيجا والشغل ده. طيب ايه الفكره من الموضوع ده؟ الشيرد ميموري سيستم بتشتغل كذاكره مؤقته او بتشارك تدفق ونقل البيانات للذاكره الحقيقيه، يعني هي عامل مساعد مش عامل رئيسي، ومش بتعلي الفريمات ولا بتفرق في اي حاجه. طيب ايه اللي يساعدني في اختيار كارت الشاشه الصح من غير ما حد يضحك عليا؟ بص يا صاحبي، مبدئيا في مصطلحات لازم تتعرف عليها، وهي دي المعايير الاساسيه لقياس قوه كارت الشاشه، وهتلاقيها ظهرت لك على الشاشه دلوقتي. وفي حاله اشتري كارت اي ام دي ولا انفيديا هكون شارح لك الموضوع بتفاصيل اكتر. طيب انا محي يا عم العبقري، قول لي اعمل ايه؟ بص من الاخر كده، لو عايز تريح بالك وتعرف اداء كارت الشاشه ده هيشغل لك كام فريم في الالعاب، خش على اليوتيوب وابحث عن اسم الكارت وشوف جاب كام فريم على اعدادات ايه في لعبه ايه، وساعتها هتقرر تشتري ولا لا. الفخ الثالث، اجيب كارت اي ام دي ولا انفيديا. بمنتهى الاختصار هقسم الموضوع لقسمين، لو انت مصمم جرافيك وصانع محتوى وبتعمل شغل 3 دي، او لو انت جيمر بس. مبدئيا لو انت مصمم جرافيك وصانع محتوى وبتشتغل 3 دي، يعني بتفتح لي برامج ادوبي وتنط من فوتوشوب على افتر افكت وشويه تروح ترندر مشروع التخرج بتاعك على ريفيت ولا حتى على 3 دي ماكس، طيب في الحاله دي انت بتروح على طول لانفيديا وانت مطمن. والسؤال اللي بينط في بالك يا معلم، طب اشمعنى؟ بص يا صاحبي، الفكره كلها ان البرامج دي اغلبها مدعومه من شركه انفيديا نفسها، فبتاخد احسن اداء ودعم افضل، لان انفيديا فيها حاجه جامده جموده اسمها الكودا كور، واي ام دي فيها حاجه اسمها الستريم بروسيسور. الكودا كور بتاعت انفيديا دي بقى شاطره قوي في حته معالجه الرسوميات المعقده في برامج الجرافيكس عن الستريم بروسيسور بتاعت اي ام دي.
اما لو انت جيمر بس فهتلاقي بعض الالعاب بتدي فريمات اعلى شويه في AMD، وابسط مثال على ده حاجه زي لعبه باتل فيلد 1 وهكذا، ولكن ده مش الجزء الاساسي المطلوب، فخلي بالك. يعني بالعربي انت هتجيب كارت AMD في حاله انك شغال بتعمل مايننج او تعدين عشان الهاش ريت بتاع كروت AMD اعلى، او ان سعر الكارت رخيص عن المنافس من انفيديا فهتجيبه عشان تعدل بيه او تلعب بيه وتمشي بيه حالك. الفخ الرابع، دوائر الطاقه او الفي ار ام في المذر بورد. صاحبي انا عارف انك بتحبنا سهل عليك المعلومه، وعشان كده خد المثال ده. هنعتبر ان الفي ار ام ده عريس ناهد والبروسيسور ده هو ميدو. البروسيسور محتاج ياخد طاقه اكتر عشان يعالج البيانات، بينما الفي ار ام اللي جوه البورده لو اعصابها تعبانه او نص نص او مش قادره تهندل الفولت اللي داخل حسب احتياج المعالج، فدرجه حرارته بتعلى زياده عن الطبيعي، فبيتوتر البروسيسور وبيخليه اما يعمل فريز او ما يقدرش يشتغل بافضل كفاءه ممكنه. فوانت بتشتري ماذر بورد لشغل الريندر بتاعك بتعمل جزئيه دوائر الطاقه، وبعدها ما بتبدا شغل ريندر بتلاقي الجهاز بدا يعمل معاك فريز او بيهنج. ومن احدى الاسباب الخفيه في الموضوع ده كله هي دوائر الطاقه، وهي عباره عن مجموعه من الدوائر بتقوم بتنظيم وتوزيع الجهد للمعالج والذاكره والدوائر الالكترونيه الموجوده في اللوحه الام. وشغلانه الفي ار ام دي هي منع التيار الكهربائي الزائد والتاكد من جوده الاشارات الكهربائيه اللي بتوصل للمعالج، ومسؤوله عن تقليل المقاومه في وقت الشحن او وقت التفريغ من التيار الكهربائي. طب انت جه في بالك سؤال دلوقتي بيقول طب انا ازاي اقدر احدد الفي ار ام في البورده دي، مناسب بالنسبه لي ولا مش مناسب؟ الاجابه المفصله هتكون في حلقه المذر بورد، وهنا هقول لك الاجابه السهله. بص، ابسط حاجه هتعملها ابحث عن البورده اللي في دماغك على يوتيوب وشوف مراجعات ليها، وخاصه اختبار الفي ار ام اللي هيعرفك درجه حراره البورده اثناء عمليه الريندر، ومن هنا هتقدر تحدد اولوياتك بنفسك من غير ما حد يضحك عليك. الفخ الخامس، الميجا هرتز الاعلى في الرامات يعني الافضل ولا لا؟ هات كينجستون، هات كروشن، هات تي فورس، هات جبنه رومي. قبل ما نبدا، الحقيقه ان البراندات بتاعت الرامات مش بتفرق في الشكل الجمالي والتبريد وشويه في جوده التصنيع والعمر الافتراضي. والحقيقه المره انك تجيب رامات بميجا هرتز عالي وتفتكر ان وضعك في السليم وتنسى الليتنسي او زمن التاخير. صاحبي تعال اسالك سؤال صعباني شويه. دلوقتي قدامك رامتين، الاولى 2400 ميجا هرتز مع ليتنسي 12 والتانية 3000 ميجا هرتز مع ليتنسي 16، تتوقع انهي الافضل وهتختار تشتري انهي فيهم؟ معاك 3 ثواني. لو انت اخترت 3000 ميجا هرتز مع ليتنسي 16 فللاسف اختيارك مش صح. احب اقول لك ان 2400 ميجا هرتز مع ليتنسي 12 افضل، وتعالى اقول لك الدليل دلوقتي في جدول السي اي اس. هتلاقي ان 2400 ميجا هرتز مع زمن تاخير 12 جايب 10 نانو ثانيه، وال 3000 ميجا هرتز جايب 10.67 نانو ثانيه. عشان كده لازم تاخد بالك وما تنساش تهتم ان مداخل الرامات في البورده تكون 4 على الاقل عشان التحديث مستقبلا. ولازم برضو تستغل حته الديول تشانل او الكواد تشانل في الرامات عشان برضو تستفاد 5 او 7 فريم زياده معاك في الاداء. وكده تمام معاك. اختيارك لباور سبلاي ضعيف الكفاءه، تروح تشتري باور تايجر او باور سيمي او باور مش معروف وتلاقي الجهاز بس منك او انفجر. طيب الحل ايه؟ بص يا صاحبي، ركز قوي مع باورات البراندات المعروفه الاصليه زي اللي هتظهر معاك على الشاشه دي، امثله زي سي سونيك، كورسير، جيجا بايت، بيت فينيكس وغيرها من الانواع دي. واهم حاجه حاول تجيب باور بلس 80 جولد او على الاقل برونز، وحاول ما تجيبش اقل من كده. طيب ايه الفرق بقى بين الباور الاصلي والتقليد؟ هقول لك دلوقتي الموضوع بشكل مختصر، وفي حلقه الباور هشرح لك الموضوع بتفاصيل اكتر. مقارنه سريعه كده، الباور الاصلي ثبات الفولت فيه افضل او مستقر، الباور التقليد ثبات الفولت فيه ضعيف، الباور الاصلي وزنه تقيل نوعا ما، الباور التقليد وزنه خفيف، الباور الاصلي جوده كابلاته ممتازه، الباور التقليد جوده كابلاته ضعيفه. الباور الاصلي براند معروف وموثوق وبخدمه 80 بلس، اما الباور التقليد براند مجهول المصدر ورخيص وعلى الله حكايته. الفخ السابع، اختيار كيسه تهويتها سيئه. صاحبنا جاب كيسه تايجر ولا دولفين وراح مركب عليها قطع مواصفات عاليه بكارت اسوس ار او جي، والمفروض ان الكارت تبريده ممتاز، بس اتفاجئ ان الكارت حرارته عاليه والدنيا ولعت والدنيا خربانه. احب اقول لك ان من هنا بتبدا مشكله موضوع الحراره العاليه، وسببه انك جبت كيسه تهويتها سيئه. طيب الحل ايه؟ تعال اقسم لك الموضوع لثلاث فئات. بص، انت لما تيجي تجيب كيسه في تجميع فئه المبتدئين هاتها بمروحتين على الاقل، واحده اماميه سفليه وواحده علويه خلفيه. كده الاماميه هتساعد في الشفط والخلفيه هتساعد في الطرد. اما لو انت من الفئه المتوسطه ركب ثلاثه قدام شفط وواحده علويه خلفيه طرد. اما لو انت من الفئه العاليه ركب ثلاثه قدام شفط واحدة علوية خلفية طرد واثنين او ثلاثة علوي اساسي للطرد. وفي ملحوظة مهمة، لو هتركب المبرد المائي هيكون يا اما 240 ملي يا 360 ملي، ولو ركبته فوق ممكن اقصى حاجة مروحة واحدة اللي تركب معاهم فوق، فخلي بالك واقرا مواصفات وابعاد الكيسة اللي هتختارها كويس. الفخ الثامن، تشتري اقراص تخزين مش ملائمة لاحتياجك. لو انت جيمر فبالنسبة لك سرعة الاس اس دي ساتا كافية جدا،
والفرق بينهم في الالعاب تقريبا ثانيه او ثانيتين. طب الام 2 ده مين يا عم حيرتني؟ الام 2 ده اكتر ناس هتستفاد منه هم مصممين الجرافيك والمهندسين اللي بيستخدموا الاوتوكاد وبرامج أبنى. طيب ليه يعني؟ الاجابه ببساطه عشان هيسرع معاك عمليه اللود بروجكت ويسهل عليك بشكل قوي جدا عمليه التقاء الملفات اثناء الريندر او البريفيو. وبالنسبه للاتش دي دي العادي او الهارد ميكانيكال فهو الاستخدام التخزين فقط، اما باقي المهام فهو في ذمه الله. الفخ التاسع، اجيب مبرد مائي ولا هوائي؟ بالمختصر المفيد لو انت جيمر او جرافيك ديزاينر تقدر تستخدم الستوب كولر او المبرد اللي بيجي مع البروسيسور، بس الافضل لك انك تجيب مبرد هوائي ممتاز عشان موسم الصيف. ولو انت بتشتغل ريندر تقيل جدا فلازم مبرد مائي قوي ومحترم، ولو انت مبرمج فاشتغل عادي بالستوب كولر مفيش اي مشكله. الفخ العاشر، ضياع الميزانيه بسبب سوء اختيار القطع واللي فيها الخلاصه بتاعت الحلقه كلها. بص يا معلم هقول لك شويه امثله كده تسهل عليك الفكره. اختيار القطع هيكون بالترتيب من الاقرب للابعد، يعني اللون الاحمر ده يديله كل اهتمامك والاصفر متوسط الاهميه والاخضر هو الاقل اهميه. لو انت جيمر فاولوياتك هتكون اول حاجه كارت الشاشه مع البروسيسور، ثاني حاجه الرامات، ثالث حاجه المذر بورد، رابع حاجه الباور سبلاي، خامس حاجه الاس اس دي الساتا او الهارد الميكانيكال، ومعاه برضو الكيسه وتهويتها. اما لو انت مبرمج اول حاجه هتكون البروسيسور، ثاني حاجه الرامات، ثالث حاجه الاس اس دي الساتا او الهارد الميكانيكال، رابع حاجه المذر بورد والباور سبلاي وتهويتها تكون ممتازه، خامس حاجه كارت الشاشه لو انت مبرمج العاب. اما لو انت موشن جرافيك او مهندس معماري وبتشتغل ريندر تقيل فدي هتكون اولوياتك. اول حاجه البروسيسور والرامات وكارت الشاشه والبورده في كفه واحده، تاني حاجه الباور سبلاي والمبرد المائي او الهوائي يكون قوي وتهويه الكيسه تكون قويه ويكون معاهم M2 NVMe. طيب ايه سبب الترتيب ده؟ عشان دايره الطاقه في البورده مهمه جدا واللي شرحتها لك من شويه، وعمليه الريندر بتحتاج توزيع طاقه ممتاز مع اقل درجه حراره ممكنه عشان ما يحصلش اي فريز، واغلب برامج الريندر بتاكل الرامات وبتعجن البروسيسور وكارت الشاشه. اما لو انت مونتير او فيديو اديتور او جرافيك ديزاينر فاولوياتك الاولى هي البروسيسور والرامات مع بعض، تاني حاجه البورده والام 2، تالت حاجه الباور سبلاي مع كيسه وتهويتها تكون ممتازه مع مبرد هوائي ممتاز. طبعا انت مستغرب دلوقتي ليه ما حطيتلكش كارت الشاشه في الاولويه اصلا، عشان انت تقدر تشتغل من غيره اصلا، بس اتاكد ان البروسيسور بتاعك يكون فيه كارت مدمج، واكيد يفضل تجيب كارت شاشه خارجي، بس لو الميزانيه معاك متدمره يبقى انت عرفت اولوياتك، وعلى فكره هتقدر تشتغل عادي جدا من غير كارت شاشه خارجي. بمناسبه انك كملت الحلقه اخر، خد الهديه الحلوه دي، شويه نصايح بخصوص وحدات التخزين اثناء استخدامك للتجميع. اول نقطه، تجزئه البارتيشن بزياده من العوامل اللي بتاثر بشكل طفيف على العمر الافتراضي للهارد، فالافضل انك تخليه 2 بارتيشن كويس جدا، وكمان لازم تتفادى انقطاع التيار الكهربائي على قد ما تقدر، وبلاش تعرض الهارد بتاعك لحراره مرتفعه، وما تملاش الهارد بالبيانات على الاخر، وما تعملش عمليات فورمات كتير، واشتري مشترك كهرباء نظيف فيه حمايه ضد التيار المفاجئ. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده يا صاحبي، اتمنى انك تكون استفدت من الحلقه وحتى لو بنسبه 1%، وهكون مبسوط جدا انك تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي رايك في الحلقه، او لو عايزني اتكلم عن موضوع معين ممكن تقول لي في كومنت وباذن الله هعمل حلقه عنه. ولو عايز تشوف محتوى مختصر اكتر شرف ليا انك تتابعني على منصات التواصل الاجتماعي، وهكون عامل لك تريكس سريعه في الهاردوير على تيك توك هتفيدك في حياتك اليوميه. ولو عندك سؤال ممكن تقول لي في كومنت، وكمان هسيب لك لينك سيرفر الديسكورد. ولو حابب تعرب الكيبورد بتاعك وبالمره تشوفني تقدر تشرفني في مشروع الفنان لتعريب الكيبورد وخدمات الليزر اللي بكون موجود فيه دايما، واشوفك في حلقه جديده ان شاء الله يا صاحبي. واحب اختم بالايه الكريمه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. لم يبن العده انزل بالاوتر. السلام عليكم.